أنا محمد فخري وده ريفيتات. قبل ما نبدأ الفيديو عايز أشكركم على الاشتراك في القناة، وعايز أطلب منكم لو لسه مشتركتوش تدوسوا على السبسكرايب بوتون على زر التسجيل وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم أي فيديو جديد بعمله. أهلا بيكم في شرح جديد لريفيت. النهاردة هنتكلم عن طريقة استخراج قطعة أرض لموقعك بمعلوماتها الطبوغرافية والمباني والشوارع المحيطة. هنستخدم موقع كاد مابر في الشرح ده. هنخش الأول على البراوزر متصفح ونكتب في جوجل أو في البار اللي فوق كاد مابر، وأول نتيجة أو تتأكد إن هو catmapper.com تدوس تخش هتلاقي معلومات أو نموذج للاستخدام بتاع الموقع. هندوس ساين ان، وهنا تسجيل الدخول الايميل وبعدها الباسورد. لو انت ما عندكش اكاونت هتدوس على ساين اب فور فري، وهتدخل اول حاجه بريدك الالكتروني، الباسورد، تاكيد الباسورد، اكسبت وساين اب فور فري. هتوصل لك على الايميل رساله تدوس كونفرميشن اللينك اللي جواها، وبعدها تيجي هنا عشان تعمل لوج ان. بعد ما نعمل لوج ان بيدخلنا على المتصفح بتاع الموقع، وتقدر من هنا في زرار السيرش ده تدوس وتكتب اسم مثلا منطقة معينة انت موقعك فيها، ومنها تعرف توصل لأقرب نقطة، ومنها توصل للموقع وتحدد المساحة المستخدمة. في الموقع ده المساحة ماكسيمم تبقى 1 كيلومتر مربع. بعد الواحد كيلومتر مربع بيبقى فيه تمن للفايل، فأظن 1 كيلومتر مربع كويس لأغلب الكليات وأغلب المشاريع اللي على سكيل صغير. هنا مثلا احنا عايزين نشوف برج القاهرة، نشوف لو في موقع قريب منه ممكن يستخدم، وعايزين برضو نستخدم المية والتوبوغرافيا اللي هي موجودة بوفرة في الموقع ده عشان أوريكم مثال إزاي ممكن تستخدم. هنحاول ناخد مساحة، مش لازم تبقى كبيرة قوي، ناخد مساحة برج القاهرة. وبعد كده هنيجي هنا عند القائمة اللي على اليسار، هنختار أوتوكاد لو متعودين على استخراج المعلومات على الاوتوكاد، وانا شخصيا بحبذ يعني اوتوكاد. وبعد كده هنيجي عند تحتها نلاقي 3D building، هنتاكد ان عليها علامه صح، set false height if no 3D data، معناها ان انت تحدد طول المبنى لو ما فيش معلومات عنه. ممكن مبنى من المباني دي ما يكونش ليه معلومات على الموقع، فانا هخليه 6 متر. في التوبوغرافيا ممكن المينيمم يبقى 4 متر، كل 4 متر هيحط لك خط، والتوبوغرافيا contours lines دي مهمة. بعد كده هننزل تحت هنلاقي road geometry، هي في الطبيعي بتبقى mesh surface بس حولها outlines، وتحت هنا خلي الهايويز 10 الشوارع السريعة، بعد كده الشوارع الرئيسية 8، الشوارع الصغيرة 6، والطرق 4، وبعد كده تدوس create file. بعد ما ندوس create file هيظهر لنا نموذج هنا للموديل ده، وندوس داونلود من على اليسار. بعد ما ندوس داونلود هنا هو هيحمل باندل مضغوطة، ممكن نعمل لها اكستراكت او ببساطة ناخد الفايل بعد ما نخش على WinRAR مثلا، ناخد الفايل ده ونشده للديسكتوب. الفايل ده هنستخدمه عشان نستخرج منه المعلومات ونحطهم في ملفات مختلفة layers. نقفل الاول ده، هناخد الفايل ندخله AutoCAD. بعد ما نفتح الفايل هنلاقيه بالشكل ده. دلوقتي احنا معانا layers كتير فوق بعض، عشان نشوفهم هندوس LA وهو هيفتح لنا layer list، ممكن ناخدها على جنب كده. وبعدين نبدأ نشوف احنا هناخد ايه من الملف ده. انا هاخد مثلا buildings، contours، outline، parks، topography، والwater، ست ملفات كاملين. فهدوس هنا علامة الزائد new drawing، 1 2 3 4 5 6.
تمام. بعدها هاجي هنا وهختار الليست دي كلها، هعمل سيلكشن عليهم الا الزيرو واعمل لهم فريز كلهم. اول حاجه عايز اخدها هي الكونتورز، خطوط الكونتور، ومعاها التوبوجرافي. التوبوجرافي مش هنحتاجها قوي، بس انا عايز استخدمها عشان اشوف الباوندري هتبقى شكلها عامل ازاي. بعدين هندوس كنترول A او هنعمل لهم سيلكت عادي كلهم، تمام. وبعد كده هندوس، الخطوه دي مهمه، هندوس كنترول شيفت سي، تمام، عشان ناخدهم من بيز بوينت معينه، ناخدهم من نقطه معينه. بعد كده ندوس صفر فاصله، فاصله بالانجليزي، بعد كده صفر، بعد كده انتر، تمام. ونروح عند اول دروينج، ندوس كنترول في عادي، بعد كده صفر فاصله اللي بالانجليزي، صفر تاني، انتر. هو هيحطهم عند البيس بوينت اللي هي صفر صفر، وده علشان يبقى عندنا كل الملفات على نفس البيس بوينت، تمام كده. خلينا نروح للفايل الاول تاني. دلوقتي هنخفي، نعمل فريز تاني للحاجات اللي احنا مش عايزينها، وناخد مثلا الشوارع او المباني الاول. مثلا ناخد المباني، هنعمل نفس الخطوات، هنعمل عليهم سيلكت او سيلكت اول، بعد كده كنترول شيفت سي، صفر صفر، صفر فاصلة صفر، هنعمل لهم كوبي، نروح للرسمة التانية كنترول في، ونفس الشيء. وده للست حاجات اللي انا مخترتهم. هم خمس حاجات بس مش ستة. اوكي، اول حاجة هنعمل save as، ونعمل فولدر يفضل، عشان الفولدر ده هيبقى في مكانه، عشان دي كلها هتتلينك، هنربطهم بملف ريفيت اللي هنعمله دلوقتي. خلينا نسمي الملف project 16 مثلا، تمام. نسمي اول حاجة project 16 contour او topo، تمام، save. تاني حاجة save as project 16 بس buildings. تمام كده. دلوقتي هنفتح ريفيت وهندوس على فايل نيو بروجكت، نعمل براوز عشان نلاقي المتريك، ندوس على يو اس متريك ديفولت متريك دوت ار تي اي. اوكي اوكي. بعد ما نفتحه هنخش على انسرت ونعمل لينك كاد، تمام. هنروح للفولدر اللي عملناه وندوس اول حاجة على توبو وندوس اوبن، نسيب كل حاجة زي ما هي. طبعا لو حصل لك مشاكل غير import units دي وخليها متر او مليمتر، شوف ايه هو الصح فيهم لو حصلت مشاكل. احنا دلوقتي هندوس اوبن، طلعت مظبوطة ما فيهاش مشاكل. دلوقتي انا مش هحركها من مكانها، انا عايز استخدمها زي ما هي. هخش على 3D من فوق هنا، تمام، وبعدها هخش على ماسنج اند سايت توبو سيرفيس، بعد كده هدوس كرييت فروم امبورت، سيلكت امبورت انستنس، وادوس عليها واختار كونتورز بس، توبوجرافي مش هختارها، وادوس اوكي. تمام، هو كده عمل، خلينا نظهرها شيدد. هو عمل التوبوجرافي بس انا عايز اخليها على شكل مستطيل. مثلا هشد الدوتس اللي على الزوايا عشان يعملوا لي الشكل اللي انا عايزه، بس مش اكتر من كده. وبعد كده هدوس فينيش. دلوقتي انا ممكن اعمل حاجه من الاثنين، يا اما ادوس هنا على ال DWG على اللينكد اوتوكاد وادوس ديليت لايرز وامسح بس التوبوجرافي علشان يبان معايا كونتور لاينز، لو انت مثلا دكاترتك او المشرفين عليك في الشغل مهتمين يشوفوها على 3D خليها، او تختارها هي كمان لما تدوس على ديليت لايرز وتمسح الكونتورز، تمام. انا هخليهم دلوقتي ونكمل. هنخش على انسرت تاني وندوس لينك كات ونجيب البيلدينجز، تمام، وندوس على طول اوبن. تمام، هو جابهم اوتوماتيكلي لان احنا معانا نفس الكوردينيشنز اللي هي 0 و 0 بوينت،
تمام، هنكمل على طول، دوس لينك هاد ونجيب الباركس مثلا، او لا نجيب الستريتس الاول وبعد كده لينك هاد، نجيب الووتر عشان هنستخدمها. دلوقتي انا عايز اعمل الشوارع مثلا، هعمل ايه؟ هدوس على ليفل 1، الشوارع معايا اهي، دوس تاب 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 لغايه لما تلاقي streets.dwg زي ما هي باينه قدامنا كده. وبعد كده هتيجي عند النضاره اللي تحت دي، تدوس عليها isolate element. تمام، بعد ما تعمل isolate هتروح عند massing and site وتدوس على sub region وبالسلكشن بيك لاين ده تدوس تاب على الشوارع علشان تعملهم. كل ما المساحه تكبر كل الموضوع هياخد وقت اكتر شويه، بس هو يستحق عشان في الاخر هيظهر مع 3D model كويس. دلوقتي هنيجي عند النضارة تاني، ندوس عليها، ندوس reset temporary، بعد كده نروح عند 3D وندوس علامة صح. ممكن تظهر مشاكل، نحلها ازاي؟ هنيجي عند النقطة اللي فيها مشاكل، ندوس TR عشان نعمل lines دي connect trim and extend. المشاكل بتظهر عند نقط لونها برتقاني دايما. تمام، دي شكلها اخر مشكلة. المشاكل لو مش ظاهرة قدامك المشكلة دوس شو وهو هيقرب لك لغاية عندها مخصوص. ممكن نمسح دول كده، نمسح حتى دي، ندوس تي ار عشان نوصلهم ببعض، مش مشكلة لو شكلهم بقى مختلف شوية. ندوس علامة صح فينيش وهو هيعمل الشوارع. دلوقتي ممكن ندوس عليهم على الشوارع اللي اتعملت دي، ونيجي عند ماتيريال هنا، ندوس على الثلاث نقط اللي هيظهروا جوه المستطيل ونختار مثلا اسفلت. ممكن تكتب في السيرش بار فوق اسفلت وتختار اي واحد او اي ماتيريال اللي انت عايزه، يعني مش مشكله. كده الشوارع اتعملت مع التوبوجرافي، مفيش اي مشاكل. طيب مثلا لو عايزين نعمل الميه هيتعملوا بنفس اسلوب الشوارع. دلوقتي خلينا نخليها سب ريجن ونتكلم بعدين ازاي نضيف الووتر اليمنت. لو بقت سب ريجن كده ممكن نغير الماتيريال بتاعتها زي الشوارع بالظبط. خلينا نضيف نيو ماتيريال، ندور هنا على ووتر، ووتر كلير، ندوس على هنا السهمين اللي عكس بعض دول هيحطوهم مكان النيو ماتيريال اللي عملناه. وبعد كده دلوقتي حاجة أخيرة، لو احنا حاسين ان في مبنى مش في مكانه او عايزين نغير في الموديل، سواء في الشوارع، في المية، في المباني، او في اي معلومات تانية جاتلك، ازاي تعمل كده؟ اول حاجة هنخش على الملفات اللي احنا عملناها في الفولدر ونختار الحاجة اللي عايزين نغير فيها. يعني مثلا انا عايز اغير، لان الملفات مفتوحة هفتحها على طول، انا عايز اغير في المباني مثلا، حاسس ان برج القاهرة في مشكلة او حاجة، هبص هنا هلاقي مثلا ان في مبنيين مستخبيين تحت تقريبا. خلينا نتأكد buildings، نعمل هنا اول حاجة في الاوتوكاد ندوس على الترس ده ونخليها 3D modeling، هي هتبقى drafting نخليها 3D modeling. تمام، بعد ما نعمل 3D modeling نحرك الكيوب ده عشان نشوف المباني بنفس الزاوية. طيب لو انا مش فاهم ازاي ادخل على الملفات دي بقيه المعلومات عشان اعرف رجلي من ايدي من معلومات، يعني هندوس اكس اي. تمام، وهنخش على الفولدر ونعمل سيلكت لكل الفايلات الا بيلدينجز وندوس اوبن، وبعد كده ندوس اوكي. كده بقى عندنا اوبزرفيشن، نعرف نشوف انواع الداتا الثانيه من غير ما نعدل عليها، بس نقدر نعدل على المباني في الفايل ده. فليكن مثلا عايزين نغير طول اي مبنى من المباني اللي عندنا، من اوتوكاد بسهولة هنروح دايسين على extrude faces، السهم اللي جنبها على اليمين ده، بعد كده extrude faces تاني ونختار المبنى اللي عايزين نعمله extrude، المبنى ده مثلا. بعد كده هندوس على تالت واحدة convert selected objects to faces to 3D solids or surfaces،
وهو يحولها لسيرفس مجهزه ان هي تتغير فيها الاطوال، الفيسز بتاعتها تتحرك. بعد كده هنيجي هنا تاني ندوس على نو فلتر، السهم اللي تحت نو فلتر دروب داون ده، وندوس فيس. وهنيجي عند الفيس اللي عايزين نحركه، مثلا عايزين نرفعه لفوق وندوس سبيس. بعد ما ندوس عليه وندوس سبيس هندوس على نقطة من النقط وندوس على الأورثو مود أو ندوس F8 ونرفعه لفوق مثلا 5 متر مثلا. بعد كده هيقول لك specify angle of taper for extrusion، سيبها زي ما هي زيرو عشان ما يحطش أي زوايا. تمام، هو كده رفع المبنى. لو عايزين نشوف الشكل بشكل أوضح هندوس على 2D wireframe اللي فوق على اليسار دي ونخليها shades of gray مثلا عشان نشوف كويس. دلوقتي انت حر او انت حرة تغيير اي شكل من اشكال المباني. الموديلنج بشكل عام بقى سلس ما بين ريفيت وملفات اوتوكاد اللي انت عملت لها documentation دي، وبقى بسهولة تغير فيها اي حاجة، وهي هيتعمل لها automatically update على بقية الفايلات الاوتوكاد، وهتعمل لها اوتوماتيكلي ابديت برضو على ريفيت. لو دخلنا نشوف تقدر دلوقتي تدوس على انسرت مانج لينكس، تروح عند كات فورماتس وتعمل مثلا عند بيلدينجز وتدوس ريلود. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو لو عجبكم للناس المهتمة بنفس المحتوى، واكيد كمان لايك. لو لسه انت مش سبسكرايب عندي على القناة اعمل سبسكرايب واستنى الفيديوهات اللي هتنزل. شكرا.